بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنتكلم عن شجرة جميلة جدا، شجرة بسيطة ممكن نزرعها في حديقة المنزل، وممكن نزرعها كمان فوق السطح، وكمان ممكن نزرعها في البلكونة عادي خالص. الشجرة ما بتاخدش مساحة نهائي، زي ما انتم شايفين حجمها صغير وبتفضل كده فترة طويلة من العمر، يعني ممكن تفضل لمدة 10 سنوات تاخدش مساحة معك خالص. ممكن نفضل زرعينها في الصيص لمدة طويلة. شجرة الكيموكوات او شجرة الكيموكوات او البرتقال الذهبي تعتبر من اشجار الحمضيات، فيهم مميزات جميلة جدا زي ما انتم شايفين، بتطرح بكميات كبيرة، وزي ما انت شايف كمية الثمار اللي على الشجرة كمية ما شاء الله عليها، وكمان لسه بتطلع ازهار تاني ولسه في ثمار تاني بشكل كبير، يعني كل ما بنحصد منها بتبتدي تطلع تاني بشكل كويس. يعني دي كلها اللي انت شايفينها دي كلها ثمار جديدة لسه طالعة، هتبتدي ان هي تستوي ان شاء الله، يعني كل ما بناخد منها بتبتدي تطلع تاني مليانة ثمار، يعني ما شاء الله عليها كمية مهولة. بس انا طبعا بحصد من المحصود بصفة مستمرة، الاولاد عندي بيحبوها جدا. هنتكلم دلوقتي عن بعض المميزات ليها. اول ميزة فيها ان هي بطيئة النمو، ودي طبعا ميزة جميلة جدا، يعني هتفضل معاك فترة طويلة بهذا الشكل، انت مش محتاج انك انت تعمل تقزيم لاي شجرة، لا ده بالعكس هي طبيعتها كده لوحدها هتفضل مقزمة معاك بهذا الشكل. كنت تنفع كمان كشجرة زينة، شكلها جميل، الثمار بتاعتها شكلها في منتهى الجمال، وبتثمر بكميات رهيبة جدا. كمان فيها ميزة جميلة جدا، لما قلنا ان هي تنفع كشجرة زينة، طبعا هي تعتبر شجرة دائمة الخضرة، يعني هتفضل السنة كلها الورق بتاعها مش بيتساقط، الورق بتاعها بيتميز باللون الاخضر الجميل. انا بنصح بها اي حد مبتدئ في زراعه الاشجار او ما عندوش وقت ان هو يعتني بالاشجار بشكل كويس، يزرع شجره الكيموكوات. الكيموكوات شجره ما بتحتاجش عنايه خالص، الرعايه بتاعتها بسيطه جدا، كل اللي محتاجينه ان احنا نحط لها شويه سماد. ممكن نستخدم سماد روس الابقار او روس الاغنام او اي نوع من انواع الاسمده العضويه عندنا، نحطها مره كل 3 شهور. اما بالنسبه للمناخ، تصلح في كل انواع المناخ، لو عندك درجات حراره مرتفعه، عندك درجات حراره معتدله، تنفع معاك ما فيش اي مشكله خالص، لان الشجره طبعا مزروعه اساسا، يعني البذره بتاعتها مزروعه من بذور شجره اللارنج، يعتبر اصل قوي جدا، ومطعوم عليها الكيموكوات، يعني الشجره بتتحمل كل الظروف المناخيه اللي بتكون في الوطن العربي زي ارتفاع الحراره وانخفاض درجات الحراره. وكمان فيها ميزه في منتهى الجمال، لو عندك نسبه ملوحه مرتفعه في التربه او في الميه بتتحمل الملوحه بشكل كويس جدا، ما بتتاثرش خالص. تعالوا نتعرف على الثمار بتاعتها. طعم الثمره لما بيوصل للون الذهبي بتكون خلاص كده استوت، ومفروض ان احنا نحصدها. طبعا طعمها جميل جدا، غنيه بفيتامين سي بشكل كويس جدا، كمان بتعالج نزلات البرد والسعال والتهابات الجهاز التنفسي. وعلى فكره الثمار بتاعتها مش بتتاكل وخلاص، طبعا هي طعمها كويس وطعمها حلو، ولكن كمان بتتعمل على السلطه، وناس كتير كمان بتعمل منها مربى، بتعمل منها مربى طعمها في منتهى الجمال. وكمان الثمره بتاعتها بتتاكل على كده، يعني حتى القشر بتاعها بتتاكل بالقشر بتاعها كلها على بعضيها، ما بتتقشرش. بس في ناس طبعا بتحب تقشرها وبتحب تاكل اللحاء بتاعها من الداخل، لكن هي في الاصل بتتاكل على كده بدون ما نقشرها. وكمان فيها بذور، يعني احنا ممكن ناخد البذور نزرعها، بس البذور زي ما احنا عارفين ان هي بتاخد وقت قبل ما بتبتدي ان هي تثمر، لكن احنا ممكن نشتريها من اقرب مشتل لينا، هتلاقيها متاحه في كل المشاتل. موضوع بسيط حابين نتكلم عنه عشان الناس كلها تستفيد. يبقى انت لو عايز شجره زينه، لو عايز شجره تثمر عندك، لو ما عندكش مساحه، ما عندكش مكان، ممكن تزرعها في البلكونه، تزرعها على السطح، وكمان لو عندك درجات الحراره مرتفعه بتتاقلم مع درجات الحراره بشكل كويس جدا. وده كان موضوع النهارده باختصار. لو عندك اي سؤال سيبولي في التعليقات بخصوص شجره الكيموكوات، واشوفكم ان شاء الله الفيديو القادم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله.